مش صعبه والتليفونات مش هنعرف نوصل لها، لكن في خبر ما ينفعش ان احنا نتجاهله، لازم نتعامل معاه، كلنا بنبقى مهتمين بيه. احنا عارفين انه على المستوى الرسمي كانت مصر ليها اكتر من رد فعل على مساله ضروره التوصل لاتفاق ملزم قانونا مع اثيوبيا، وعارفين انه وزير الموارد المائيه والري كان لسه راجع من جوله في افريقيا، وان احنا بنحاول نطبق نموذج. يعني عمليا بنقول للدول، الدول حوض النيل، الدول الافريقيه، انه اي مشروع يحقق مصلحه وما يهددش مصالح دول تانية احنا نبقى جزء منه كمبدا، والمبدا يتم تطبيقه بشكل عملي في كل الاتفاقات او كل البروتوكولات التعاون والمساعدات الفنيه اللي بتقوم بيها مصر كواحده من اهم مدارس الري في العالم على المستوى التاريخي وعلى المستوى الحالي في افريقيا. ده بيتم بشكل تطبيق نموذجي، لكن في تطبيق تاني ممكن يبقى مقلق وعايزين نعرف تفاصيله، لانه حصلت تعقيدات قبل كده. احنا عارفين انه مثلا في شهر يناير اللي فات كان وزير الموارد المائيه والري قال انه حصل فيضان كبير في محاوله الملء الثالث للسد الاثيوبي، فما حدش اتاثر، ما حسيناش باي نوع من التاثير. دلوقتي في بدايه ملء رابع، انه هيبدا يتم الملء الرابع، مرحلة الملء الرابع. هل ده موسم؟ هل ده توقيته؟ ازاي ده يأثر علينا؟ اللي يقدر يرد على الأسئلة دي واحد من أبرز الخبراء، وهو الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا في جامعة القاهرة. برحب بحضرتك معانا يا فندم. أهلا أستاذ شريف، تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين. إذا كان الملء الثالث وفقا لوزارة الموارد المائية والري لم يؤثر بأي شكل من الأشكال على مواردنا المائية، ده وفقا اللي تم اعلانه، الملء الرابع بيبدا ليه دلوقتي وهل يؤثر علينا ولا لا؟ لا، اولا احنا في المشروعات التي تقوم على انهار دوليه لابد من الاتفاق. اذا الاعراف وايضا الاتفاقيات المبرمه مع اثيوبيا، نحن لدينا مع اثيوبيا حوالي 5 اتفاقيات من سنه 1891، وهذه الاتفاقيات بتنص على الاتفاق على المشروعات قبل حتى البدء وعدم الضرر. فاذا طبقا للاعراف الاتفاقيات يجب ان اثيوبيا تتفق الاول مع دول المنتخب. ثانيا النقطه الثانيه بالنسبه للتخزين الثالث وعدم التاثير على مصر، لا، هو الحقيقه هناك تاثير، لان احنا كل المياه التي تخزن في اثيوبيا هي المفروض انها كانت هتيجي الى مصر، تمنع عنك نصيب في مصر. من العام الماضي 9 مليار متر مكعب، هذه كميه كبيره كانت المفروض هتيجي مصر. لو احنا استخدمناها في الزراعه كانت ممكن هتجيب اكثر من 10. انا والله لجأت للكلام الرسمي اللي خرج من وزاره الموارد المائيه. ده صحيح، هو هذا تصريح، لكن هو كان في تفسير في ذلك الوقت. أيوة. ان عدم تاثر المواطن المصري، وهناك فرق كبير بين ان مصر تتاثر كدوله وان المواطن المصري يكون تاثر بسبب الضرر. مفهوم. لا طبعا، الحكومه بتعمل على عدم وصول الضرر الى المواطن مباشره. تمام. عن طريق ان بيبقى في احتياط حمائي في السد العالي، عندما تنقص الحصه المصريه يعني نقصت العام الماضي يتم تعويضها للمواطن فما يحسش بالتاثير ده. يبقى المواطن لا يشعر، لكن الدوله وفرت هذه المياه ازاي؟ الدوله اقامت مشروعات كبرى زي محطات معالجه المياه لاعاده استخدامها مرتين وثلاثه. هذه المعالجه مكلفه للغايه، محطه بحر البقر على سبيل المثال مفهوم متكلفه 18 مليار جنيه من سنتين. وتكلفة يومية مئات الآلاف من البنيات، هذا لكي نوفر جزء في السد العالي. عندما يقتطع جزء من مصر ممكن التعويض، لكن هنا الاحتياط الموجود في السد العالي ليس مجاني، يعني ده نتيجة المشروعات مشروع تبطين الترع، وإنه تكلف أكثر من 18 مليار جنيه المرحلة الأولى وغيره من فبالطريقة دي هو فبالطريقة دي أنت بتحاول تعمل تحجيم أو منع وصول الضرر للمواطن، لكن في الحقيقة أنت بتفقد احتياطاتك المائية، بتخسر من احتياطاتك المائية. يعني احنا صرفنا غير المالية يعني عشان نوفر المياه في السد العالي لكي تغطي هذا النقص. مفهوم. طب هم ليه بيملوا؟ هم دلوقتي بيملوا دلوقتي، ده ليه تم اختيار التوقيت ده؟
لا هو دائما الملء يبدأ مع موسم الأمطار، وموسم الأمطار يعني أمطار خفيفة في شهر يونيو، لكن الأمطار الحقيقية في شهر 7 و8 و9. ما بالظبط أنا كنت بسأل، هو أنا حاسس إنه البداية المرة دي بدري أو مبكرا عن المعتاد. لا هو لكي يخزن مياه لازم يعمل منشأ هندسي، لأن التخزين بيتناسب مع ارتفاع السد. كويس. فكل ما يرتفع بالسد يحجز كمية مياه أكبر. فهو العام الماضي حاجز كمية 17 مليار متر مكعب. فتح بوابات علشان يمرر مياه، لأن فيه المياه بتمر من أعلى السد. أيوه. علشان يخلي هذه المياه تمر من فتحات ويجف في أعلى السد علشان يبدأ رمي خرسانة جديدة. لو علّى مثلاً 10 متر